بيستغلوني عشان يديتي ترضى عن هاني. هذا مو ظلم؟ ترى ماكو شيء غصب، بعدين شخباري واحدة يزوجونها غصب واقفوا بيوهم. وانا سويت ندمة وقفت وهدت، بس انا اعرفهم ثلاثتهم ما راح يهدون اللي يسوون براسهم. شنو ثلاثتهم؟ ترى احنا كلنا وياك. رنيم، في وايد امور مخوفتني. يديتي شخصيتها قوية، خلت امي تتطلق وخالتي تتطلق، وفوق هذا خلت خالتي حميدة تتخلى عن ولدها. هذا ابليس مو يده. نجمة ترى قسم بالله مو قاعد قشمر، ايش فيك؟ انزين، انت الحين عندك ورقتين، ورقت هاني ورقت يدسج. شلون يعني؟ يعني في احتمالية كبيرة ان تتكنسل سالفة الزواج هذه، حتى يدتش ترفض. بس اذا وافقت هني تروحين حق هاني وتروحين تقولين له كل السالفة، وتحاولين تقنعينه انه يرفض سالفة الزواج. حزتها اذا شافوا الطرفين رافضين ما حد يقدر يجبرهم.